ذكر مراسلنا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية جنوب غربي دمشق. يأتي ذلك بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية مع أنباء عن تعرض مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي. من دمشق الآن ينضم إلينا خليل هملو مراسلنا. خليل، ماذا في تفاصيل هذا النبأ؟ في الحقيقة أحمد، تقريبا قبل حوالي ربع ساعة من الآن سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق. هذه الانفجارات كانت في الجهة الغربية من العاصمة، في بالتحديد في محيط مطار المزة. شاهدنا عدد من الصواريخ من الدفاعات الجوية السورية تنطلق باتجاه جنوب غرب العاصمة دمشق، ولكن الانفجار الأكبر كان في محيط مطار دمشق الدولي، ليعلن بعدها بدقائق من الجهات الحكومية السورية بأن مطار دمشق الدولي تعرض لاستهداف مهبط المطار وأخرج عن الخدمة. وزارة النقل السورية، من تواصلنا معهم خلال الدقائق الماضية، قالوا بأن الطائرات السورية المتجهة إلى مطار دمشق الدولي تم تحويلها إلى مطار حلب واللاذقية، ويأتي الاستهداف هو الثالث لمطار دمشق الدولي، وعاد للعمل تقريبا قبل أقل من 12 ساعة الماضي عندما أعلنت الحكومة السورية بأن المطار أصبح جاهز لاستقبال الطائرات، لكن عادت إسرائيل واستهدفت المطار مرة أخرى. نعم أحمد، في أوقات التهدئة التي تعيشها المنطقة أو ربما حتى بؤرة التهديد الجارية أو بؤرة الصراع المباشر في قطاع غزة، الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع الحدود مع جنوب لبنان أيضا دخلت هدوءا كما لو كان هدوءا ضمنيا. لماذا في سوريا تحديدا أي المخاطر تراها إسرائيل لا تزال قائمة، سواء كانت من خلال بعض الفصائل المرتبطة بالحكومة السورية أو غير ذلك؟ أين يكمن التهديد في مطار دمشق؟ في الحقيقة أحمد، بالنسبة للتهديدات التي تتلقاها الحكومة السورية، هي ليست تقريبا وليدة اللحظة وليست وليدة هذه الأيام، ولكن منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي تم استهداف مطاري حلب ودمشق بتقريبا أكثر من 6 غارات. حتى هذه اللحظة كانت هناك تحذيرات للحكومة السورية بأنها سوف تستهدف جميع القطاعات الحيوية في سوريا في حال أن تحركت الجبهة السورية، لكن بعض الفصائل الفلسطينية وبعض حتى الأشخاص العاديين في مناطق الجولان السوري المحتل وحتى المناطق المحررة من الجولان، وفي أتحدث هنا عن مناطق ريفي درعا والقنيطرة، كان هناك عدة استهدافات للمستوطنات الإسرائيلية التي تقع داخل الجولان السوري المحتل. وهذا الأمر تبعه أكثر من مرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارت على مواقع للقوات الحكومية السورية منذ تقريبا أسبوعين، على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظتي درعا والسويداء. كل هذه الغارات إن كانت باتجاه مطار دمشق الدولي أو القطع العسكرية السورية في جنوب سوريا، هي تأتي في إطار التحذيرات والتحذيرات بأن هذه الجبهة ربما تكون هي الأقصى على إسرائيل، باعتبار أن المناطق التي هي داخل سيطرة الحكومة السورية وتحدثون عن الجولان السوري المحتل هي مناطق وعرة، في حين أن هذه المستوطنات التي تقريبا هي حوالي 21 مستوطنة يسكنها أكثر من 20,000 مستوطن، هي في مناطق سهلية ويتم استهدافها بشكل يسير وبشكل سهل، وحتى من أبسط الأسلحة، وتحدثنا عن قذائف الأربجي أو حتى مدافع الهاون التي طيب أصبحت سلسلة استهدافات إسرائيلية على محافظات ومناطق سورية مختلفة كان أقرب إلى العمل الروتيني الذي يتم في أوقات التهدئة وفي الأوقات الساخنة على حد سواء على مدار العقد المنقضي تقريبا. كيف يمكن تفسير أو فهم هذا الاستهداف الأخير، وهل كان عبر طائرات مسيرة أم من خلال قصف بطائرة مقاتلة إسرائيلية، إذا كان هناك معلومة في هذا الخصوص؟ بالنسبة لأحمد، لاستهداف المطارات السورية وتحدثنا عن مطاري حلب ودمشق، هي استهدفت المطارات في خلال السنوات الماضية وحتى الأشهر الماضية، تم استهداف مطار دمشق الدولي تحديدا بعشرات الغارات وعشرات الصواريخ الإسرائيلية، لكن هذه الصواريخ كانت تستهدف أحيانا المباني الإدارية، المستودعات وحتى أجهزة التحكم والملاحة في مطار دمشق الدولي. أما الاستهدافات التي جرت خلال 50 يوم الماضية، وأتحدث أن أول غارة إسرائيلية على مطار دمشق الدولي تمت في 12 أي بعد 5 أيام، 12 من شهر أكتوبر أي بعد 5 أيام من انطلاق عملية طوفان الأقصى. هذه الاستهدافات تقرأ في سوريا وكثير من المحللين والمراقبين وحتى وسائل الإعلام السورية بأن هي استهدافات تحذيرية، بمعنى استهداف المطار وأخراجها عن الخدمة، مما يشكل ضغط كبير على الحكومة السورية وعلى شركات النقل السورية التي حولت جميع رحلاتها باتجاه مطار اللاذقية. أما بالنسبة للاستهدافات الماضية على عموم المناطق السورية، كانت تقول دائما إسرائيل بأنها تستهدف مستودعات للأسلحة، تستهدف مقرات لإيران لحزب الله، هكذا كانت البيانات الإسرائيلية. أما بالنسبة للحكومة السورية،
عقب كل استهداف. الاستهداف الأخير هذا خليل يدخل ضمن إطار الاستهدافات التي تذهب مباشرة صوب الفصائل التي كنت قد أشرت إلى بعضها. بالضبط نعم، هذه الاستهدافات وتحدث هنا عن استهداف مطار دمشق هو عملية تعطيل المطار، وهي رسائل الحكومة السورية كما تقول المصادر في العاصمة دمشق، بمعنى أن الصواريخ الإسرائيلية تنطلق من الجولان السوري المحتل أو حتى من عرض البحر باتجاه مطار حلب اللاذقية أنها قادرة على استهداف أي منطقة عسكرية أو مدنية في داخل الأراضي السورية. شكرا جزيلا لك من دمشق خليل هملو مراسلنا، كنت معنا على الهواء مباشرة ناقلا جانبا من هذه الصورة كما أوردتها لنا حول الاستهدافات الإسرائيلية التي جرت مؤخرا وقبل ساعة تقريبا على مطار دمشق الدولي. شكرا جزيلا لك.